موس الفراوله والشوكولاته. الموس فراوله بتاعنا علشان نعمله عايزين الاتي: عايزين 2 جيلي فراوله، 2 كوب عصير فراوله، 1 لبن مبخر، ونص كوبايه ميه، 400 جرام شوكولاته، و200 ملي كريمه، وعايزين كريمه مخفوقه للوش. اول حاجه هنعملها عايزين ناخد الكريمه اللي عندنا والشوكولاته ونحطهم مع بعض على النار. الكزرونة فين راحت؟ اهي كريمة ومعاها الشوكولاتة وكده. دي اول حاجة، هنخلي النار هادية خالص. التانية اللي هنعمله نمرة 2، عندنا عصير الفراولة والجيلي والمية. عصير الفراولة هناخد نص عصير الفراولة اللي عندنا، يعني كوباية. احنا عندنا كوبايتين، هناخد كوباية، وهناخد الجيلي نحطه هنا، الاتنين جيلي والمية، ونقلب لغاية ما الجيلي عندنا يدوب تماما، لغاية ما الجيلي يدوب خالص. وهنا عندنا ده الشوكولاتة والكريمة برضو اهم، هنستنى عليهم لغاية ما يدوبوا خالص. هما الاتنين دول مش المفروض يتعملوا مع بعض، بس احنا لاننا بنشتغل على الهوا يعني فعملتهم على بعض، بس هما مش المفروض يتعملوا على بعض. المفروض الاول نعمل الجيلي ونحطه في الكوبايات وبعدين يبرد وبعدين نعمل الجناش بتاعنا. دلوقتي بعد ما الجيلي بتاعنا داب، هناخد اللبن المبخر اللي عندنا وهنحطه هنا في الخلاط، وهنحط معاه كوباية عصير الفراولة اللي احنا ما حطيناهاش. هما كانوا كوبايتين لو تفتكروا، اخدنا كوباية حطيناها في الكزرونة على النار مع نص كوباية المية ومع الجيلي. دلوقتي هنحط كله مع بعضه بقى في الخلاط ونخلط كويس جدا. تمام، احنا كده الجيلي بتاعنا جاهز. نقول تاني حطينا فيه ايه: كوبايتين عصير فراولة، نص كوباية مية، علبة لبن مبخر، وحطينا كمان معاه بس كوبايتين عصير ونص كوباية مية واتنين جيلي طبعا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ بنقدر ان احنا نحط العصير بتاعنا كده، الجيلي بتاعنا كده، وندخله يجمد وبعدين نحط على الوش الشوكولاتة اللي عندنا. وبنقدر ان احنا نحط كمية كده ونخليه يبرد وهو مايل بالشكل ده. ممكن نحطه في صينية الانجليش كيك مثلا، يعني بنقدر نحطه في اي حاجة بحيث ان احنا نثبته انه يجمد وهو مايل بالمنظر ده. هنخليه يجمد كده بالشكل ده زي ما اتفقنا، وبس يبرد بنحط على الوش الشوكولاتة اللي احنا عاملينها هنا مع الكريمة، وكده بيبقى عندنا الحلو بتاعنا جهز.